شوف الانجليزي اول. خلت يا حبيبي خلت ما يرحم يا اخي. انت انكلع يا اخي. اللي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شباب؟ ان شاء الله بصحة وسلامة. حزر فزر نمبر 2. اشوف انه عجبتكم الحركة. ففي مقطع الحين نفتح برضو ايكونات وبرضو في نفس الفعالية وبرضو برعاية الكبير متجر ابو عمر للكوينز يعطيه العافية. اي جائزة طبعا يروح يستلمها من متجر ابو عمر، واللي وده يشحن يروح برضو المتجر ابو عمر. واعطينا المقطع يلا عشان تفهموا كمان كيف الفعالية. نفتح البكي. عشان تفوز اعطيني 3 لعيبة طليان، لو جاء واحد منهم تفوز. زمبروتا حلو وزولا حلو. يلا بريزي. يلا بريزي وزولا وزمبروتا. زمبروتا ايه. لو طلع واحد من ذول يا اخوان له 300,000. بسم الله 3 2. الله سوبر كلب. بسم الله توكلنا على الله. يا اعطيني لاعب ايطالي واحد. باريزي. طيب خلينا نفك الانجليزي اول شيء. طس طس طس. مين تبغاه؟ يا عودك الله يا عودك الله. مين تبغاه؟ بيرلو. يلا 5 نجوم بيرلو ترى يعني. بسم الله اعطينا برازيليانو هولنديانو فرنسيانو. يا عمي ايش فيه ايش هذا؟ اعطيني 2 لعيبه انجليز، لو جاء واحد منهم تفوز. شيرر. ايوه وكامبل. شيرر وكامبل. بسم الله ايوه. طب يا رب الايطالي ملديني عوضوا يا إيه تكفى. بسم الله تكفى. بسم الله خلاص تكفى. فرنسا وهولندا وبرازيل وبلغاريا و... يلا يلا اعطيني 2 لاعبين ايطاليين. شكله ما حد حيفوز اليوم. زمبروتا. ايوه كانافارو. زمبروتا وكانافارو. نشوف الانجليزي اول. مالديني برايم. لا هذا برايم. لا هذا برايم. خلاص كذا مبروك نقول اول واحد. وكانافارو يعني في 300,000 كمان. يلا بسم الله. نبغى عاد فرنسا يعني وبرازيل يا شباب وهولندا و تكفى خلاص. والله ترى احتاج مهاجم. والله احتاج اي لاعب كويس يعني. لا انت قلت مهاجم. انت قلت مهاجم في البداية. يلا مهاجم بس مش تجيب لي اي واحد. بسم الله شفت الحين مهاجم دروغبا موجود. اعطيني لاعب ايطالي ولاعب برتغالي. خلينا نشوف دروغبا برايم ولا لا. خلينا نقول روي كوستا. اوكي وايطالي نقول بيرلو. طيب روي كوستا وبيرلو. ونفك الإيطالي الأول. بسم الله مش بطال مش بطال مش بطال. والأنت قلت روي كوستا. بسم الله يا رب يزبيه. يلا تكفى يا أبو عمر. بسم الله والله يدافع في كل اللي معي. لا لا تحطني تحت ضغط كذا. الله يا رب. مستحيل خلاص الإعلام مستحيل. في إيطاليا إنجلترا إيطاليا. أعطيني 2 لاعبين طليان وإذا جاء واحد منهم تفوز. واحد باجيو. حلو. والثاني؟ الثاني نتفائل شوي ولا كانافارو. لا مو كانافارو. زولا. زولا وباجيو. طيب خلينا نشوف الإنجليزي أول شيء. يا رب فردلند. يا أخي أنت خلاص يا أخوي خلاص خلاص. نشوف الإيطالي الأول. يا رب مالديني برايم. مالديني مت. مالديني مت. مالديني مت. مالديني مت. مالديني مت. يلا خلاص مبروك. نشوف الثالث. بيرلو برايم. بيرلو برايم وفروا في جيبك. هات هات مالديني. اي فاتح البث. يلا بسم الله وطي صوت البث بس شوية. والله في 2 لألخنتينا
في اثنين ارجنتيني واحد ايطالي. اعطيني لاعبين، لا لاعب واحد ارجنتيني، لا لاعبين يلا عشانك. هنقول هم كم مصنع يم؟ ايوه ريكيلمي. فيرون وريكيلمي. خلينا نشوف الايطالي الاول، ممكن مالديني ناشب اليوم. والله مش بطال زمبروتا هذا ميد صح؟ ايه مش بطال، مش بطال الايطالي. بسم الله يا رب. مارادونا الف مبروك 300,000 اللي لو طلع مارادونا برايم ولا شيء. ريكيلمي خفيري زانيتي. يلا مبروك 300,000 واختار ظهير. بسم الله الله يستر. بسم الله يا ابو عمر. حولت حولت يا ابو عمر. مين عندك فرنسي في النادي بسرعه؟ اوه مين؟ بيدان ويا بلان. كلهم ينباعوا ولا ما ينباعوا؟ ولا واحد ينباع. لا في فرنسي مملوك سابقا. اعطيني لاعب انجليزي يلا ولاعب ايطالي. مين؟ كامبل ويا بيرلو. كامبل وبيرلو خلاص؟ ان شاء الله فيرنان عاد على الحال. فييري الايطالي. يا انت قلت كامبل صح؟ ايه. يا يا مو كامبل. يا فرنسي. يا رب. بسم الله. من زمان ما شفنا البرازيل. ستوشيك. ستوشيكوف مو حسبته. اعطيني ثلاثة لعيبة طليان. ديلبيرو وباجي ونستا. ديلبيرو وباجي ونستا. خلينا نشوف طيب هذا برايم ولا لا. اوه والله ستوشيكوف برايم. نسيت. ديلبيرو. باجيو. الف مبروك. حلو ولا وحش ولا؟ لا. طب فك البث. فيه هولندي وفرنسي وارجنتيني. اديني توقع اديني توقع للارجنتيني وللهولندي. الارجنتيني زانيتي. والفرنسي والهولندي فان باستن. فان باستن وزانيتي. نشوف الارجنتيني اول شيء واخي سالم. فيرون. نشوف الفرنسي. يا رب زيزو يا رب زيزو يا رب زيزو. كانتونا كانتونا. بسم الله. طب الحمد لله. كاب كاب مرة كاب. لا كام. لا 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 سيدورف أتوقع. لا إيش سيدورف بير كم ولا لا تقول شيء لا تقول شيء لا تقول شيء. أعطيني توقعك. واحد فرنسي واحد هولندي. أول شيء الأول لاودروب. الثاني الفرنسي ميكاليلي. كرايف 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 كرايف. والله كرايف مبروك مبروك. ما هيطلع اللاعب على طول، هيطلع اعلام. داغليش. في داغليش. داغليش مضمون. خليك انت ما تروح. ها اعطيني توقع اللاعب البرتغالي. اتوقع روي كوستا. لويس فيجو. غلط. تكفى 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 تكفى. 88 باص. لا رونالدينو. دريبل 91 والبيس 91. لا كاكا. والله كاكا مش بطال. كاكا برايم افضل الخيارات اليوم. كاكا برايم. كوكو فكيت البث. خلاص فاتح انا بتفرج. يلا بسم الله بسم الله. اوه في برازيلي. اتوقع الديني واحد انجليزي واحد اسباني. انجليزي حد في خط النص ممكن. اي حد في خط النص يعني. لامبارد مثلا. خلاص لامبارد يعني. الاسباني ممكن يكون جوارديولا يعني. طب يعني لامبارد وجوارديولا توقعاتك. خلاص لامبارد ودورجولا. حلو اللعب ده. طيب خلينا نفك اول شيء الانجليزي. جيرارد اخو. خلينا نفك الاسباني. هيرو. يا رب الظاهر برايم. يا رب بسم الله. الباص 92. مين؟ سريع ودريبل. هذا جرينشا صح؟ انا اتوقع جرينشا برايم. والف مبروك جرينشا برايم. الله 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 عليك. المركز اللي انا عايزه والله. ار دبليو. خلاص الف مبروك. شو عشان ما نقول ما مدلعينك ولا شيء. انا مطفي الشاشه الحين.
يلا فك خلاص. علق علق لا تقول لي قطف الشير بلاي. ايش صار؟ طف الشير بلاي. فكيت الباكج لعبه. ايوه يا شوف فك فك الشاشه خلاص ما في توقعات لانه كل الاعلام معروفه. شوف الاعلام. لا لا انتو معانا كات وكين ايوه فصل الشرب ليه ايوه مبروك مبروك. يعطيكم العافيه على المشاهده ان شاء الله يكونوا استمتعتم ونراكم ان شاء الله بالمقاطع الجايه. المقطع الجاي ان شاء الله حيكون على مر العصور. عاد انتم تعرفوا من التلميحه اللي جت في نهايه حلقه على مر العصور الاولى. مع السلامه.